سن الخمسين أو الستين بالنسبة لناس كتير معناه نهاية الطموح، فقدان الشغف، الاستسلام. لكن حكاية النهاردة هتغير رأيك تماما عن الموضوع ده. حكاية دكتورة بتحصل على جائزة لاستمرار عطائها العلمي لحد سن الثمانين. الجائزة اللي أنا خدتها جائزة خاصة، اللي هي لعلماء التغذية الذين فوق سن 80 سنة، يعني أنا عجوزة جدا، وإن لهم تأثير، لهم إنجازات على الصعيد القومي والإقليمي والدولي. مجال التغذية اهتميت بيه عن والدي. والدي الدكتور علي حسن أستاذ في القصر العيني، هو عمل أول مسح شامل للتغذية سنة 36 في مصر. فأما أنا شفت والدي وعمله وأنا صغيرة لسه في ثانوي، قلت له أنا عايزة أتخصص في التغذية وعايزة أشتغل في الأمم المتحدة. فأنا عندي 20 سنة خدمة في منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم وفي المركز الرئيسي في سويسرا، وبشتغل إقليميا مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وكل المنظمات العربية، عضو في المجلس العلمي لاتحاد جمعيات التغذية الأفريقية منها مصر. أنا مقيم لدى الاتحاد الأوروبي للبحوث اللي بتقدم للتمويل، فبيبعتوها لي عشان أقيمها هل تستاهل تمويل أو ما تستاهلش تمويل، غير أن أنا خبير في برنامج مهم جدا اللي هو دعم بحوث والابتكار في الأمن الغذائي والتغذوي والزراعة المستدامة في أفريقيا. أما أنا رحت أمريكا في منحة دراسية كان في جامعة كولومبيا، وكان بيدوروا على حد طبيب أطفال يشتغل معمل له دراية بالتحاليل المعملية بتاع التغذية. فما أنا جيت عندي منحة قالوا لي الله ده انت عندك البروفيل الصح للحته دي، من فضلك تعالي اشتغلي. فيعني انا حسيت بان انا من مصر ومن القصر العيني ومن التدريب المصري كنت اعلى، كان سنه 62، اعلى من زملائي الاطباء الامريكان. قالوها في وشي، هو احنا مستنيين واحده ست من العالم الثالث تيجي تاخد المنحه اللي احنا عنا عليها؟ وانا بشتغل في مركز قومي للبحوث طلب مني ان انا اعمل حاجه، فانا قلت لهم لا ده مش تخصصي. فراحوا يشتكوا لوالدي، فوالدي ندهني وقال لي في حياتك كلها، انت لسه في بدايه حياتك العمليه، اي حاجه تعمليها حتى بره تخصصك خارج التخصص بتاعك هتتعلمي منها حاجه، كل حاجه بتحصل او اكتشاف جديد في التغذيه بعرفه، يعني انا متابعه كل ده، لازم اتابع كل ده. المشكلة في الأكاديميين هنا في مصر، يعني في كتير من الأكاديميين أول ما يتحالوا على المعاش خلاص يبطلوا متابعة العلم بتاعهم والتقدم العلمي. عطاء وعلم وخبرة مستمر حتى بعد ما تتجاوز 60 أو بعد ما تتجاوز 80. هنا أنا بتكلم على دكتورة حبيبة واصف كانت معانا دلوقتي في التقرير اللي طبعا قدمته لنا زميلتي العزيزة سالي ترادو اللي بشكرها عليه. حبيبة واصف من ضمن 9 علماء على مستوى العالم نالت جائزة عالمية، ولازم تقدر ولازم تحيى على هذا المجهود وهذا العطاء المستمر. وعلى فكرة يا جماعة مش فكرة انه يعني النجاح فقط، انا نجحت وانا قدمت كل اللي اقدر عليه، لكن كمان الاستمرارية والعطاء المستمر ده خلاص الواحد بيبقى فيه دم وكده بيمشي ان هو يساعد الناس. وفكرة المساعدة بالمعلومة من ضمن الحاجات الثرية جدا اللي ممكن اي حد يقدمها لمجتمعه، والأسمى بقى ان هو يقدمها لكل المجتمعات العالمية. جائزة تحمل اسم الأسطورة الحية تبع طبعا الاتحاد الدولي للعلوم الغذائية. ففكرة ان انت تبقى أسطورة وحية وبتقدم كل ما تستطيع ان انت تفيد البشرية، دي حاجة لازم ان هي حتى تنال وسام من قلوبنا ليها.
بنحييها عليها دكتور حبيبة واصف، وبنشكرها على عطائنا على عطائها الدائم، وبنقول لها ألف مبروك على هذه الجائزة. دي شرف لكل مصري بصراحة.